السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في صباح الكرة. صباح سعيد جميل عليكم جميعا إن شاء الله، ودعواتنا ربنا يحفظ شعب مصر الطيب من وباء كورونا ويشفي كل المرضى. 100 غمر استأصلت السرطان وطردته من البرلمان. مرتضى منصور سقط والحصانة راحت، والبلد والزمالك هينضفوا. أول بشرة خير قبل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك. خلاص مفيش مجلس شعب يحميه، مفيش هروب من قضايا، محدش هيحميه من بلاغات النائب العام اللي كانوا بيقولوا عليها كيدية. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سابقا المعزول عريان دلوقتي، بيدور على حد يغطيه، على حد يحميه بعد ما شعب 100 غمر عراه. تصوروا مرتضى مش بس سقط، ده طلع السادس في الترتيب، يعني اتطرد وانتهى واتمسح واتكسح. يلا خلي حكام الكرة اللي كانوا بيخافوا من قلة أدبه يرجعوا شوية للحق. شعب 100 غمر أسقط مرتضى منصور بالضربة القاضية. يا ترى وزير الرياضة الخايف أشرف صبحي لسه هيحميه؟ لسه مش هينفذ الأحكام اللي عليه؟ يا ترى الأغبياء في الإعلام الرياضي ومن لاعبي الزمالك القدامى اللي كانوا بيقولوا اشمعنا دلوقتي بس اللجنة الأولمبية تعاقب مرتضى قبل مباراة نهائية لإفريقيا؟ اشمعنا دلوقتي بس محكمة التسوية الرياضية تعاقب مرتضى قبل مباراة نهائية؟ اشمعنا الوقت؟ سابوا كل البلاوي اللي عملها وبيكلموا بس على الوقت. يا ترى دلوقتي هتقولوا للحكومة وللبلد اشمعنا دلوقتي بتعملوا انتخابات مجلس شعب؟ هتقولوا للحكومة وللبلد والشعب 100 غمر اشمعنا دلوقتي تسقطوا مرتضى وعنده نهائي بطولة إفريقية؟ ولا هتسكتوا وتتكتموا؟ بعد نهاية فرز الأصوات في 100 غمر، الترتيب النهائي الأول أحمد الألفي من حزب مستقبل وطن، والتاني بدوي عبد اللطيف من حزب الوفد، التالت أسامة راضي، الرابع محمود العزب، الخامس عبد الفتاح البحراوي، 6-1، السادس مرتضى منصور. هو وابنه بره البرلمان، وبكرة هو وابنه بره الزمالك، وبعد بكرة حاجة من اتنين، هو وولاده بره مصر او هو وولاده جوه السجن. الله اعلم، لسه الايام هتبين لنا. على فكرة في 4 طلبات من النائب العام ضد مرتضى: غسيل اموال، واتجار في عملة، وسب وقذف، والاضرار باقتصاد البلد. كلها ان شاء الله هتتفعل خلال ايام ويتم التحقيق معاه. ده اذا ما طلعش كمان ان شاء الله قرار من النائب العام بسرعة بمنعه من السفر ومنعه من التصرف في امواله. كمان في 100 بلاغ متقدمين ضده من محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي وهشام حطب واللجنة الأولمبية وجهات كتيرة مرتضى ما سابهاش. يلا نخلص من السرطان. امبارح في تدريب النادي الأهلي الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عمل حاجة في منتهى الروعة مع زمايله في الجهاز الفني ومع اللاعبين. عمل فيلم مدته حاجة و30 دقيقة بالتعاون مع الخبراء في الجهاز الفني ومع محلل الأداء. الفيلم مدته حاجة و30 دقيقة كله عن أداء نادي الزمالك في مبارياته الأخيرة سواء في الدوري أو في إفريقيا. موسيماني في الفيلم ورى اللعيبة كلها إزاي نادي الزمالك بيروح بالكرة من الدفاع للهجوم، ازاي بيعمل الهجمات المرتدة اللي بيجيب منها اكتر اجوانه، وازاي زيزو بينطلق في اليمين
بعد ما بتتفضلوا مساحة، وشرح للعيبة ازاي المساحة بتتفضل زيزو، وازاي بن شرقي بينطلق في الشمال وازاي برضو بتتفضلوا مساحة، وازاي مصطفى محمد بيرجع او يروح على الجانب علشان يهرب من قلب الدفاع ويستلم دايما الكرات العالية، ما بيروحلوش ابدا كرات ارضية، كل اللي بيروح له كرات عالية عشان يا يستقبل على صدره يا يعملها براسه لحد من زمايله، وازاي ما حدش من دفاع الاهلي يديهم المساحة اللي هم عايزين. انما الجزء الاجمل من الفيلم، الجزء اللي وقفه كتير وضحك عدد من لعيبة النادي الاهلي وهو بيشرح لهم نقاط الضعف في دفاع الزمالك، وبيكشف لهم الاخطاء المتكررة من محمود علاء وعبد الغني والونش وعبد الله جمعة واحمد عيد، واللي بتعمل ثغرات رهيبة في دفاع نادي الزمالك، والفرق الاخرى زي ما استغلتهاش، وازاي الاهلي يقدر يخلق الفرص دي ويستغلها. اجمل حاجة في الفيلم ان الزمالك عنده اكبر مساحات في دفاعه، عايزة بس مهاجم سريع او مهاجم حريف عشان يستغلها، وهو بيشرح لهم راح بيشاور على الشحات وكهربا واجاي ومروان، بيقول ما شاء الله انتوا عندكم فرصة عمر انكم تتألقوا. موسيماني ركز امبارح في التدريب على خط الهجوم، عمل فرقتين، خط هجوم حسين الشحات ومروان محسن وجونيور اجاي، وخط هجوم محمود كهربا ووليد سليمان واليو باجي، وتقسيمة في نص ملعب، مش تقسيمة ملعب كاملة، تقسيمة في نص ملعب، وازاي وقعد يطلب منهم ازاي يتحركوا بسرعة، ازاي يتبادلوا المراكز، ازاي يخلقوا المساحات. الحقيقة كان تدريب خططي على اعلى مستوى للمهاجمين، وشارك فيه كمان من فضل الله احمد الشيخ وجيرالدو، وباين ان الشحات من فضل الله سليم وفي احسن حالاته كمان. موسيماني عايز يستغل الاخطاء بتاع دفاع الزمالك عشان يحسم المباراة من بدري وبعدد كبير من الاهداف عشان يتفادى اي اخطاء او اي تلاعب من التحكيم. النهاردة قرعة دوري أبطال إفريقيا وقرعة الكونفدرالية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للأسف القرعة هتتعمل في غياب مندوبي الأندية، يعني بس المسؤولين في اتحاد الكرة هم اللي هيعملوها، وإحنا طبعا عارفين إن هؤلاء المسؤولين بينهم ناس كتير مش كويسين. الأهلي النهاردة هيعرف إن شاء الله هيقابل مين في الدور الأول للبطولة، هو مش هيلعب طبعا في الدور التمهيدي، وهيعرف هيقابل مين في الدور الثاني إن شاء الله، وربنا يستر من الألاعيب بتاعتهم. إنما الألاعيب موجودة موجودة. امبارح كارثة أخلاقية قبل ما تبقى كارثة رياضية من وزير الرياضة الزملكاوي أشرف صبحي. أشرف صبحي امبارح وعلى الهوا ومن غير خجل أعلن رسميا أن نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر من بين الأهلي والزمالك هيتنقل من استاد برج العرب في اسكندرية إلى استاد القاهرة، وأعلن أنه أعطى تعليماته خلاص إلى مدير استاد القاهرة أنه يأجل الإصلاحات اللي ناوي يبدأ فيها يوم 17 نوفمبر لغاية ما تنتهي مباراة دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك. تخيلوا لما وزير الرياضة المسؤول يعلن القرار ده على عكس قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم. تخيلوا لما الاتحاد الافريقي منظم المباراة وصاحب القرار على صفحته وعلى موقعه وفي اوراقه الرسمية بيقول ان المباراة هتقام في ملعب برج العرب، شيء غريب جدا. ده يكشف لكم قد ايه وزارة الرياضة وقد ايه اتحاد الكرة المصري الاتنين الزملكاوية بشكل بشع، زملكاوية للنخاع، الاتنين اخترقوا خلاص الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن طريق هاني ابو ريدة، وازاي هم دلوقتي بيحددوا القرارات ويعلنوا حتى القرارات زي ما هم عايزين ومن غير اي خجل، يودوا المباراة الملعب اللي هم عايزينه ويرجعوها من الملعب اللي هو عايزينه ويرجعوا يودوها تاني الملعب اللي هو عايزينه. كل الماتشات بيتحكموا فيها بشكل غير طبيعي، وكل ده بيعتمدوا على حاجة اسمها خطابات الأمن، وخطابات الأمن بكل أسف جوابات في أدراجهم، هم اللي حاطين الجوابات دي في الأدراج ويطلعوها ويعملوها زي ما هم عايزين. لكن من فضل الله ربنا كبير، ومن فضل الله العدالة هترجع، ومن فضل الله الحق عمره إن شاء الله ما يضيع. بمناسبة الاتحاد المصري لكرة اليد، وبعد ما اتفضح
والاتحاد الدولي أعلن رسميا إن هو ما عندوش أي خطابات من الاتحاد المصري لكرة اليد اللي بتطلب منه إنه يكمل الدوري باللائحة القديمة أو بالقيد القديم. دلوقتي هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد تلقى رسالة من النادي الأهلي بيطلب منها النادي الأهلي إن المباريات تقام باللائحة الجديدة زي ما هو أرسل، أو إنه يرسل للنادي الأهلي صورة الخطاب اللي جاله من الاتحاد الدولي لكرة اليد واللي بتؤكد إن المباراة تقام باللائحة القديمة. النادي الأهلي أعلن رسميا إنه مش هيتنزل الملعب إلا لما يجيله حاجة من اتنين، يجيله خطاب من الاتحاد المصري لكرة اليد بيؤكد فيه إن المباريات هتقام باللائحة الجديدة وفقا لقرار نفس الاتحاد، أو يجي له صورة من خطاب الاتحاد الدولي لكرة اليد للاتحاد المصري اللي بيقول فيه إن المباريات تتلعب باللائحة القديمة زي ما بيدعي المسؤولين بتوع اتحاد اليد. فضيحة جديدة بتضاف لفضائح اتحاد كرة اليد، زي دايما اللي بيعملوا عصابة الجناين في اتحاد الكرة، ولحد دلوقتي ما فيش اي تعديل على موعد نهاية القيد الاول يوم 19 نوفمبر، والموضوع اللي هيدمر يدمر قائمة الاهلي وقائمة الزمالك، بس قائمة الاهلي هتتدمر اكتر كتير في الموسم الجاي، مش بس هتتدمر محليا، لا هتتدمر محليا وتتدمر افريقيا، واي لاعب مش هيسجل في قائمة الاهلي او الزمالك في يوم 19 نوفمبر مش هيتمكن على الاطلاق لا من لعب الدوري ولا الكاس ولا دوري ابطال افريقيا كمان والموسم اللي جاي كله. اعتقد ان الامور اذا ما اتحلتش خلال ساعات قليلة الكرة المصرية هتشوف دمار على صعيد الدولي. بس امبارح كانت فيه ليلة روعة لمحمد صلاح ولمحمود تريزيجيه مع فرقتهم الانجليزية، محمد صلاح مع ليفربول ومحمود تريزيجيه مع أستون فيلا، قبل ما الاتنين يشرفونا وينورونا مع منتخب مصر ان شاء الله النهاردة. محمد صلاح هو اللي افتتح الاهداف في قمة البريمير ليج، مباراة مانشستر سيتي وليفربول في ملعب مانشستر سيتي اللي انتهت بالتعادل 1-1. محمد صلاح افتتح الاهداف من ضربة جزاء احتسبت لساديو ماني في الدقيقة 11 وحطها بمنتهى القوة على يمين الحارس البرازيلي ادرسون راح لكرة متأخر خالص، ما كانش عنده اي فرصة يصدها. ده الجول الثامن لمحمد صلاح في 8 ماتشات السنة دي في البريمير ليج عشان يتصدر قائمة الهدافين وسباق الحذاء الذهبي مع 3 لاعيبة تانيين، هما الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام، وجامي فاردي الانجليزي لاعب ليستر سيتي اللي سجل امبارح هدف الفوز لفريقه في مرمى وولفر هامبتون، وكمان معاهم نجم ايفرتون الانجليزي كالفرت ليوين. كل واحد من دول جايب 8 اهداف 4 في الصدر. البنالتي اللي سجلها صلاح امبارح دي نمرة 14 من 14 على التوالي بنسبة نجاح 100%، وهو بيتصدر قائمة هدافي العالم في الضربات الجزاء. امبارح كمان محمود تريزيجيه ساهم في فتح استون فيلا لاهدافه الثلاثة في مرمى ارسنال في ملعب أرسنال في لندن علشان أستون فيلا يحقق فوز كبير قوي 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 3-0 على أرسنال في عقر داره. لولا أن تريزيجي ساهم في الجول الأول ما كانش المدافع ساكا لمس الكرة وحطها في نفسه والجول اتحسب لساكا مش لتريزيجي، إنما تريزيجي متخصص أنه يكسب أرسنال في عقر داره. على فكرة محمد النني لعب المباراة دي أساسي مع أرسنال، ودي كانت المباراة نمرة 100 لمحمد النني مع أرسنال، وموقع أرسنال احتفل بالنني وحط له صورة لطيفة. إنما المستوى الرائع والناحية البدنية الممتازة لمحمد صلاح ومحمود تريزيجي ومحمد النني حاجة تطمن جدا منتخب مصر قبل الماتشين بتوع توجو يوم 14 ويوم 17 نوفمبر.
الحاجة الغريبة قوي ان انتوا لما تفتحوا وسائل الاعلام والبرامج تلاقي ولا واحد بيتكلم على منتخب مصر، حتى اتحاد الكرة مش مهتم بالماتش، اتحاد الكرة مهتم بنهائي دوري ابطال افريقيا، حتى وزير الرياضة مش مهتم بالمنتخب، مهتم بنهائي افريقيا. شيء غريب جدا. عمرو الجنايني واشرف صبحي وصلونا لدرجة ان مصر عندها ماتشين ومحدش واخد باله خالص ان مصر هتلعب. نروح للفقرة العالمية والسقوط المروع لريال مدريد. ريال مدريد خسر 4-1 امبارح في ملعب مستايا في مدينة فالنسيا، من فالنسيا 4-1. 3 أهداف من الأربعة ضربات جزاء سجلها اللاعب كارلوس سولير، الأولى اتشاطت وتعدت. إنما تخيلوا 3 ضربات جزاء بتتحسب ضد ريال مدريد وبيخسر 4-1 وتعدي بسهولة شديدة. تخيلوا لو 3 ضربات دول لريال مدريد، تخيلوا اعلام برشلونة كان هيقول ايه، تخيلوا الجمهور اللي ما بيحبش ريال مدريد هيقول ايه. انما طالما ريال مدريد ضد ريال مدريد تعدي، صحيحة مش صحيحة. 2 منهم لمسات يد ضد لوكاس فاسكيس وسيرخيو راموس، واحدة بينالتي ضد مارسيلو فاول. الحقيقة انا مش فاهم ليه زيدان بدأ بمارسيلو وما بدأش بميندي، وميندي كان ماشي معاه كويس. المهم ان ريال مدريد من غير القلب الوسط البرازيلي كاسيميرو اللي عنده كورونا كان مسيطر على المباراة سيطرة تامة، وكان يقدر يكسب لو استغل الفرص اللي لاحت ليه، وهو اللي تقدم بهدف لكريم بنزيما. لكن دفاعه عبارة عن شوربة. تخيل لما فالنسيا يشوط 4 شوط على الجول ويجيب 4 أهداف، 4 كرات شاطهم 4 أهداف، منهم جول جابوا فرام في نفسه في بشكل غريب جدا جدا جدا. ومش بس الموضوع كده، لا ده كمان كريم بنزيما اتصاب وخرج. ريال مدريد عايش موسم سيء جدا سواء محليا او اوروبيا، رغم انه كسب برشلونة في الكلاسيكو 3-1. دلوقتي ريال سوسيداد الاول 20 نقطة، فيا ريال الثاني 18 نقطة، اتلتيكو مدريد الثالث 17 نقطة، ريال مدريد الرابع 16 نقطة، برشلونة الثامن 11 لكن لساله ماتشي. في انجلترا ليفربول رغم النقطة اللي كسبها من مانشستر سيتي بالتعادل 1-1 بعد ما البلجيكي كيفن دي برون ضيع بينالتي لفريق مانشستر سيتي، لكن ليفربول خرج حزين لانه خسر الباك اليمين بتاعه ارنولد مصاب بعد فان دايك المصاب وبعد الكانتارا المصاب وبعد فابينيو المصاب. مأساة الإصابات شدة على ليفربول السنة دي. توتنهام خطف الفوز قبل النهاية بدقيقتين من ويست بروميتش بجول لهاري كين، وطلع الثاني في الترتيب بعد ما ليستر سيتي انتزع الصدارة بعد ما فاز بهدف جامي فاردي على وولفرهامبتون في ليستر سيتي. في إيطاليا وزارة الصحة طلعت قرار غريب قوي، هتمنع كل اللاعبين المحترفين الأجانب في أندية إيطاليا من السفر خارج إيطاليا لأنديتها في لمنتخباتها في المباريات الدولية. وفعلا نادي فيورنتينا رفض رسميا خروج لاعبته بقرار من السلطات الصحية. في الدوري الإيطالي ميلان متصدر الدوري ولسه متصدر الدوري، خسر نقطتين مهمين قوي في ملعبه مع فيرونا 2-2، وكان متأخر 1-0 و2-0 وضيع زلتان ضيع بنالتي قبل ما يجيب هدف التعادل براسه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضيع، وحفظ لفريقه ان هو ما خسرش ولا ماتش في الدوري لحد الوقت. يوفنتوس حامل اللقب، نتائجه لسه سيئة مع مدربه بيرلو، تعادل في ملعبه مع لاتسيو روما 1-1 بعد ما كريستيانو رونالدو تقدم ليوفنتوس بهدف في الدقيقة 15 وده سادس جول لرونالدو في آخر 4 ماتشات. لكن لاتسيو قدر يتعادل، كريستيانو رونالدو خرج في الشوط الثاني للإصابة، وتمكن الإكوادوري كالسيدو من التعادل في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضيع. كمان انتر ميلان اتعادل في اتلانتا 1-1، انما نابولي كسب في بولونيا 1-0، وروما كسب في جنوة 3-1. وطبق صباحه.